لحظة لنستقبلكم بعد دقائق على طاولة التواصل. فاصل. ما رزقت بأبناء، فكلمة بابا هذه يعني لما نسمعها أحيانا حتى بالغلط من الأطفال تسبب شوي عندي. بابا أحمد. نعم. نعم. بابا أحمد. نعم. أحبك أنا. وأنا أحبك يا قلبي. وأنا بعد أحبك يا قلبي، أحبكم كلكم. بابا أحمد. جميعهم أعتبرهم أبنائي. ولما أنت يعني علاقتك مع طلابك ترتقي من علاقة كونك معلم إلى كونك أب، فهذه مرحلة تزيدك حمل على حمل التعليم. أكاديمية بابا أحمد تطوعية مجانية. احنا نحتسبها لوجه الله أبدا، احنا عندنا البث المتزامن. البث الرسمي، والله ما ناخذ فيه ريال واحد. احنا نهدف ان تكون من العمل الصالح يعني اللي ينتفع فيه، ونبغاها صدقة جارية، فخدماتنا مجانية تطوعية. التأسيس نصل هنا على طاولة التواصل حتى نحكي لكم اليوم في حكاية مختلفة لمعلم سعودي جعل مهنة التعليم هو أسلوب حياته ورسالته التي يسعى لغرس أثرها في نفوس النشء. وخلف هذه الرسالة والهمة الكبيرة سر سيكشفها لنا اليوم الأستاذ والمعلم أحمد المطرفي. أستاذ أحمد المطرفي هو ضيفنا على طاولة التواصل. أهلا بك أستاذ أحمد. يا مرحبا، حياك الله. بس تصحيح، بس أحمد جيز العوفي لست المطرفي. الله يحييك أستاذ أحمد جيز العوفي. أجل لعل يكون واضح الشباب في الإعداد. الله يحفظكم. فالله يحييك أستاذ أحمد العوفي، وأنت إضافة رائعة لهذا البرنامج. ما هي الحكاية في البداية؟ أول شيء رحب فيكم ورحب متابعينكم الكرام، وأشكر لكم اللفتة الكريمة. أكاديمية بابا أحمد للتأسيس هي بداية انطلقنا فيها بمسمى باسم زكاة العلم التطوعية، كانت عام 1439 حضوري أيام كانت أندية الحي تحت إشراف مكتب تعليم الحناكية، لأن احنا من محافظة الحناكية انطلقنا، فاستمرنا فترة بعدين توقفنا، بعدين جت أزمة كورونا وصار التعليم عن بعد. مع بداية السنة اللي صار فيها التحول كامل للتعليم عن بعد، كان في فكرة ان كيف نتواصل مع الأبناء وكيف نعوض التواصل المباشر في الحصة. يعني أنت لما تتعامل مع طلاب عن بعد يعني في حلقة مفقودة. فانشأنا قناة على التليجرام باسم لغتي متعتي، تمام، وصار فيها دروس لأبناء اللي كنت أدرسهم في أول، كذلك لمن أراد الاشتراك معنا أو الانضمام للقناة من أولياء الأمور. وبدأنا نقدم الدروس ونسجلها ونرفعها على القناة ونسوي أنشطة تفاعلية عن بعد. استمرينا بالقناة 1442 فترة الدراسة إلى مستوى الأطفال، فإن هذا نزول في مستواك أنت العقلي، يؤثر على تعاملك مع غيرهم خارج المدرسة. إيه يمكن حتى يؤثر عليك مع الكبار. يعني هذا كانت نظرة قاصرة عند القلة، لكن الأكثرية كانوا يرفضون أولى ابتدائي لصعوبة التواصل مع الأطفال الصغار، لأن التواصل مع الصغار هذا معلش فن ويحتاج له. هل هو فن صعب ولا سهل؟ لا، ما هو سهل، لأنك أنت لما تتعامل مع الطفل ما راح تتعامل مع شخصية مزاجية، شخصية متمردة، ما تحب الالتزام، ما تحب الضوابط، ما تحب القوانين، شخصية شخص أي لو تقول له لا قال خلاص أنت ما تحبني. فهذه الشخصية المعقدة والتعامل مع أنت تتعامل، يعني لذلك لابد أن تكون ذكي في التعامل مش مع نفسية الطفل. فهذا ممكن يعني أنا لو أكلمكم عن مسألة أولى ابتدائي قعدنا 3 أيام هنا، تمام، لكن لو نرجع لموضوع الفزع. نرجع لموضوعنا الفزع. أي نعم. ويسامحني أخوي على الكلام. أخوي شاكر أوجه له تحية. أخوي شاكر يعني الآن في تعليم المدينة ومكسب لتعليم المدينة، هو من معلمي خبرات، فبرضه الآن فتح له قناة تطوعية لإعداد اللغة الإنجليزية لمن تخصص لغة عربي. فكان هو ناقل من الرياض، هو تعين في الرياض وطول عمره يدرس ثانوي، وانتقلت أنا
من الجبيل، هو انتقل من الرياض في نفس السنة، وأراد الله سبحانه وتعالى وجينا في مدرسة واحدة، فكلف من مدير المدرسة أنه يمسك أولى ابتدائي على أن اعتبار أنه إيش معلم لغة عربية. أنا في اللحظة هذه كنت في الجبيل أسلم عهدة، كنت إدارة مدرسية وأسلم عهدة على أني أسلم عهدة وأجي. أنا خلاص يعني كنت جاي على أني أبغى صفوف عليا أو متوسطة أو شيء. في التواصل مع أخوي قال أنا والله عرض علي المدير أولى ابتدائي وأنا رفضت صراحة، وأنا أبغى ندب، أدور ندب. المدرسة اللي إحنا فيها أنا وأخوي تبعد عن بيتي وبيت أخوي يمكن أقل من 150 متر، وعن بيت الوالد يمكن 100 متر، تمام؟ فكان علشان يروح مدرسة ندب، تمام؟ يعني ممكن يحذفون مسافة 30 كيلو. فقلت لا أنا أخذ عنك، تمام؟ أنا أكلم، كان الله يذكره بالخير الدكتور موسى سمير الحيسوني، وجه له تحية. فقلت أنا أكلم الدكتور موسى وكلم أنت، خلاص أخوي أحمد يسلم عهده ويجي إن شاء الله يستلم أولى ابتدائي. فكان التخطيط أني النصف الأول وأروح، يعني ما عاد هذا اللي ببالي. جينا أخذنا أول ابتدائي، مشينا النصف الأول، ما أخفيك يعني عانيت معاناة ما عانيتها خلال 20 سنة، أو يعني السنوات اللي علمت فيها كلها مع أول ابتدائي، العصبية والحرارة والغضب وصعوبة التعامل. ف نهاية النصف الأول جيت للدكتور موسى الله يذكره بالخير وقلت أنا ما أبغى أول ابتدائي خلاص. أنا قال ما على كيفك، ما خلاص أول ابتدائي صعب تغير. كان فيها أستاذ الأستاذ شمان زملائنا نطير الله يذكره بالخير، يعني الرجل هو اللي كان داعمني شوي ويعزز لي. فأذكر حتى الأستاذ شمان الله يذكره بالخير قال اصبر، نهاية الفصل الأول نهاية الفصل الثاني احكم، ترى يمكن تتغير نظرتك. أنا ما أنسى كلمة هذه لي. لكن سبحان الله مع النصف الثاني ومع لما شفت أثر تعبي معهم وكيف إن فعلا صاروا يعني إلى درجة إن جاء أحد المشرفين في كم تقييم إحصائي للطلاب، فوجد إن نسبة كبيرة منهم يقرون كلمات ثلاثية. بعد ما شفت جهدي وشفت آثار شغلي صراحة بدت نظرتي التغير، حسيت إن فعلاً إن هذا المكان اللي إذا أردت أن تكون لك بصمة في التعليم، كل التعليم كويس، لكن هنا يعني أول ابتدائي في التأسيس، في التأسيس معلم طول عمرك في التعليم. أنا يعني ما مريت أول ابتدائي ما كملت مسيرتك التعليمية، ويتحملوني زملائي المعلمين. فتغيرت النظرة الأول ابتدائي. ما أخفيك التغير هذا مع أول ابتدائي غير في حياتي، ولذلك أنا أقول زملائي وأقول إخواني وأقول حتى الأصدقاء، أقول أنا أدبوني أولى ابتدائي وأحسن تأديبي، وعرفت نفسي فيه لسعادة مدير تعليم المدينة، قلت لأنا من كوكب الصف الأول ابتدائي، لأن لما يعني تغوص في أعماق هذه المرحلة تكتشف شيء، عالم يعني عالم عجيب، كأنك في كوكب آخر. والله كأنك في كوكب آخر. أنا لما أتعامل معك أنت كبير، أفهم تفهمني، تعذرني أعذرك، تقدرني أقدرك، لكن لم تتعامل مع طفل عمره 7 سنوات أو 6 سنوات أو 5 سنوات وستة شهور، يعني الفئة العمرية هم بعد حتى نحكم على البس يعني على قبل كذا، لكن أول ابتدائي يعني أنا اضطريت إني أثقف نفسي في التعامل مع الطفل العنيد وأقرأ. عندي كان عندي طفل عنيد، طفل نرجسي، كيف أتعامل معه؟ طيب كيف أوصل المعلومة؟ كيف أستخدم الاستراتيجية؟ يعني خلوك انك تطلع اكثر. أكيد. بس هم ذكرت انهم ادبوك. نعم. ادبوك في ماذا؟ انا كحار عصبي، تمام، ممتاز، وسريع الغضب، سريع الغضب يعني سريع الغضب. وطلابي في الجبال الله يذكرهم بالخير يشهدون لي بذلك، تمام. لكن لما درست اولى ابتدائي اجبرت نفسي اجبارا على اني ما الطفل خلاص دخلت اولى ابتدائي، تمام، افصل الفيوز العصبيه ذا، تمام، وادس في مكان لا يمكن. يعني اول سنه من اولى ابتدائي راحوا مرحله تعرف تعلم وتجرب، لكن السنوات اللي بعدها يعني انا اقول لك حاجه، يعني يمكن خلال السنه اللي فاتت اولى ابتدائي ما قلت الطفل طلع على السبوره غلط مهما كان، واذا طلع ما عرف يقرا كلمه ولا حرف اقف وراه ساعده
أساعده. تمام؟ ما كتبت الواحد إكس، ما هذه من المنهجيات اللي تستخدمها في التعليم. أنا أستخدمها. طيب أستاذ أحمد، خلنا ننتقل الحين بعد الفزعة. بس خلنا نشرب موية بس. جعل عافية. بعد بسبب الفزعة جربت أول ابتدائي وصار اهتمام وشغف. طيب أكاديمية بابا أحمد متى بدأت؟ أكاديمية بابا أحمد بالمسمى هذا. تمام. حنا انطلاق الفعلية عام 1442 شهر 10. ممتاز. قلنا جمعنا شتاتنا اللي متنثر في اليوتيوب وفي المقاطع اللي كنا نسويها على التليجرام، وأنشأنا موقع وبدينا من خلال هذا الموقع. يعني نقطة، يعني وجهة واحدة. جميل. وجهة واحدة سميناها أكاديمية بابا أحمد للتأسيس. يمكن شفتوا التقرير حق تيزار. تمام. لما فاجأوني في السؤال فبدينا انطلقنا فيها الحمد لله. طيب سبب التسمية بابا أحمد؟ إيه. هل له علاقة لأنك زي ما صرحت نعم بأن إن ما إنك أي أنا ما رزقت أبناء، وهذه العلاقة ممكن تعرف حنا يعني هي جميلة بعد أصلاً التعامل مع الأطفال الصغار، يعني لما أكاديمية بابا أحمد. تمام. هو ما هو شرط يعني، لكن حبيت إني أسمع الكلمة هذه، ولأن أنا أعتبرهم أبنائي كلهم. وهل هو فعلاً هو الدافع الخفي في إنك يعني لما تعاملت مع الطلاب الصغار هو كان في دافع خفي إنك تستمر معهم؟ أي عشان أي إنك فقدت سماع أو التعامل مع الأطفال؟ لا، الاستمرار معهم ما هو هذا الدافع حقه. الاستمرار معهم إني عرفت إن المرحلة هذه جميلة في إنك تقدر تعلم وتقدر تبني شخصية الطفل، وتقدر أنا أشوف ماني كامل، وأنا يعني الأشياء اللي أنا طبقتها والأشياء اللي أنا تعلمتها ما تعلمتها من فراغ ولا تعلمتها من كتب، يعني أنا تعلمت من أولياء أمور. أنا أول درس تعلمته في التعليم شهر عام 1416 أول ما تعينت، تعلمت أول درس في التعليم. تمام. تعلمته من طالب في رابع ابتدائي اسمه سلطان الشمري مدي حمر 37 الحين، وآخر درس تعلمته قبل شهرين من طالب في ثاني ابتدائي. أول درس سلطان وش الدرس؟ أول درس تعلمته إنك لا تستفز الطالب وبعدين تحاسبه. تمام. وآخر درس إنك لا تعاند الطفل اللي في أول ابتدائي، يعني بإجمالا لا تعانده، عطه اللي عندك. تمام. وعامله بنفس أسلوبه. ولذلك أنا نزلت مقطع توصل يمكن مشاهدات فوق المليون، قلت فيه لا تتوسل إلى طفلك، خله خلاص ما يبغى انتهى الموضوع. تمام. فهذه من الدروس اللي تعلمت من أولياء أمور، تعلمت من زملائي، تعلمت من الأخطاء اللي أنا وقعت فيها. طيب خلنا في ظل هذا التعلم والمواقف، هل هناك موقف فعلا لما أنت سميت أكاديمية بابا أحمد حبيت تسمعه من الطلاب هذا الاسم؟ طيب هل في موقف مر عليك شعرت فعلا أنك بابا أحمد لهذا الطفل؟ والله الموقف هذا اللي يخليني أشعر إني قبل هذا الطفل ما فيه، يعني الحمد لله ما مريت ما وضعت في هذا الموقف، يعني الموقف اللي فعلا أنا كل اللي أنا أدرسهم أنا أحس إنهم أبنائي، لكن في شخص يعني أو معين أو موقف ما فيه. استفزت حالة الأبوة داخلك؟ لا، هي حالة الأبوة أنا لما حبيت إني يعني أقول لك حاجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها ابن صالح يدعو له، فأنا أبغى يكون لي طالب صالح يدعو لي، إيش اللي يمنع؟ يا سلام. إيش اللي يمنع أن يكون لك طالب صالح يدعو لك؟ حتى وعلم ينتفعوا به وأنت قاعد ينتفعوا به. بس هنا يبدو لي أن في ناس فزوك بطريقة أخرى، تسمح لي نشاهد هذا أنا المقطع؟ أنا بعلمك ليش، تفضل. خلنا نشوف المقطع وفي تعليقك. هذا مقطع استثنائي. الله يسلمك. سؤالك منطقي، انا ابي اجابه، وش حاشرك بالمعلمين؟ صدقت احنا يا اطباء الاسنان المفروض ان ما نتدخل بالشيء اللي ما نفهم فيه، واحنا يا اطباء الاسنان وش دخلنا بال يعني معلمين ومعلمات؟ احنا نقعد تقويم حشوه ابتسامه هوليود، وش نقزنا على المعلمين والمعلمات؟ وانت لو تدخل بالفصل عرفنا حصيلك. صدقت صدقت صدقت. الحاضر يا لا الحاضر يرى ما لا يرى الغائب. نعم. أنا وش عرفني بالفصول؟ أنا حدي كرسي طبيب أسنان وهذا اللي يسحب الموية من الفم. فأعتذر، أنا آسف، يعني إذا كان سؤالي استفزك تمام أو أوجعك أنا آسف،
ويبقى كل التقدير والاحترام للمعلمين. تعليقك. والله هذا لأنه جاء كذا ودرعب، ما نظر للعنوان، ما شاف ولا مقطع فيديو، فيقول أنت وش حشرك بالمعلمين، ولو تدخل فصل تشوف. احنا درسنا أيام كان الفصل فيه 40 طالب، درسنا أيام كنا نعبي السجلات والشهادات والتقارير بدينا، تمام؟ فلما يجي واحد يقول أنت وش دخلك بالمعلمين، هو ما شاف ولا مر على فيديو واحد، لو مر فيديو واحد يعرف انك معلم. يعرف معلم. يعرف. فكان هذا على قولتهم من الكوميديا السوداء اللي طيب وش هالصوره؟ هذه نتائج 3 سنوات ولا اكثر بعد. هذه اكاديميه بابا احمد للتاسيس التفاعليه. جميع الحروف مرتبه على منهج اولى ابتدائي. كل حرف يضغط عليه ولي الامر يحول على قناتنا على اليوتيوب، كل حرف مشروح 4 مقاطع اللي هي المهارات الأساسية في الابتدائي. نطق الحرف بالأصوات القصيرة، نطق الحرف بالأصوات بالمقطع الساكن، ونطق الحرف بالأصوات الطويلة، وطريقة كتابة موقع الحرف. أنا لي أسلوبي في تعليم الطفل، ولي خلطة طلعتها كذا اسمها الخلطة الأحمدية، تمام؟ وما هي؟ الخلطة الأحمدية هذه اللي يعني طريقة نخاطب فيها الطفل السمعي البصري الحركة. أنا وأنت ولي الأمر ما ندري، أنا ما أدري طفلي هل يغلب عليه نمط التعلم البصري واحد، فسوينا خلطة كذا ضربناها مع بعض خلاط وطلعنا بخلطة الأحمدية اللي يستخدمها مع طلابي. الإيماءات، طبقات الصوت، التغني بالحروف، التغني بالكلمات، استخدام الألوان، استخدام الصلصال في الفصول اللي يعني تشكيل بالصلصال أو بالتلوين. فأكثر من وسيلة في طريقة واحدة، وهي اللي مبنية عليها جميع الحروف هذه، وهي اللي الحمد لله يعني أنا تواصلت مع أم طفل توحدي قالت استفاد من هذه المقاطع. فهذه كلها دروس منهج أولى ابتدائي بنفس الطريقة، كلها بنفس الطريقة. طيب احنا كذلك بنشوف خلطتك في بعد هذا المقطع. إيه ما في مشكلة، لو تبغى تشوفه من أي درس تشوفه. طيب لا خلينا نشوف المقطع الآخر. في مقطع آخر ولك خلطة برضو خاصة نبيك تعلق عليها. نصيحة مني، تبغى تقوي الطفل في الإملاء أو تتقويه في القراءة أو حتى في الكتابة، عليك بالإملاء المنظور. شلون إملاء منظور؟ اكتب لك كلمة أو جملة قصيرة من كلمة كلمتين حسب مستواه، وأقراها له وخليه يقراها حتى يتقنها، تمام؟ واسألي فيها وش الكلمة هذه وش الكلمة هذه وش الكلمة هذه، وبعدين خليه يكتبها مرة مرتين 3 مرات. أنا هنا شيكت على القراءة وشيكت على الكتابة، بعدين أقلب الصفحة وأمليها عليه حسب المقاطع الصوتية، مليها عليه. يعني ما أقول لك مثلا طعام، لا أكتب طعام. طيب أستاذ أحمد، كيف الطالب يستطيع أن يكتب الإملاء بشكل جيد أو يقرأ بشكل جيد؟ طيب تعليم الطفل الإملاء لا يتم، يعني أفضل طريقة لتأسيس الطفل على الإملاء هو الإملاء المنظور. الإملاء المنظور. وما معنى المنظور؟ المنظور أن نكتب الطفل الحرف أو الكلمة يشوفها، يندرب على قراءتها، يندرب على قراءتها إذا كان درس حروف من خلال التهجئة، بعدين يكتبها مرة 2 3، بعدين نملها عليه بحيث أن يعني كونت صورة عنده. تمام. هذا اسم الإملاء المنظور. هذا اسم الإملاء المنظور، ويسمى الإملاء من الذاكرة القريبة. يختلف عن الإملاء من الذاكرة البعيدة أو ما نسميه الإملاء الاختباري اللي هو فجأة كذا يلا افتح اكتب لي كذا. أفضل طريقة. وهذه اللي اعتمدنا فيها الخطة العلاجية للرفع بمستوى الطفل في القراءة والكتاب والإملاء، اللي هي طريقة 3 في 1، وأنا سويت فيها أمسية اللي هي أن نستخدم طريقة الإملاء المنظور تساعد. وفي مقطع نزلت قبل يومين. الإملاء المنظور، حنا نبي 3 في 1 ثم نرجع لتعليقك. الإملاء المنظور ثم الثاني. هو الإملاء المنظور. الإملاء المنظور هو يعتبر 3 في 1. لأنك إذا تبغى تدرب طفلك على الانطلاق في القراءة أو على الإملاء أو على تحسين الخط، فأنت تحدد له جزئية معينة. إذا كان مثلا في 4 5 6 حسب قدراته، أحدد له مثلا جملة أو سطر أقرأه يقرأه بعدي حتى الإتقان لين يتأكد، بعدين خليه ينسخه نسخ مرة واثنين وثلاثة، بعدين أمليه عليه. هنا هو هي 3 في 1. هذه 3 في 1. جميل. طيب مع ذلك نجد أن كثير يتعثر في مسألة الإملاء، حتى الطالب يصل لمرحلة المتوسطة وهو باقي عنده إشكاليات في موضوع الإملاء. هل هذه الطريقة كذلك مناسبة له؟ جدا، لأنه خلاص هو يعرف الحروف. جدا جدا جدا، الإملاء المنظور هو أفضل علاج للقصور في الإملاء وفي القراءة أيا كانت المرحلة. أيا كانت المرحلة، ويبقى لكل شيخ طريقة
ولكل استاذ له طريقته معي، لكن هذه الطريقه يعني قويه جدا في الرفع من مستوى الاطفال في القراءه والكتابه والاملاء. فيه طريقه جميل. لا انا ودي ننتقل الان كيف نحسن من القراءه. طيب. اخذنا الطريقه في الاملاء، كيف نحسن من سرعه القراءه والانطلاق في القراءه؟ انا نزلت قبل يومين مقطع، يعني يوم الثلاثاء نزلت، اليوم تقريبا مشاهداته تجاوزت 1,200,000. هو عنوانته بالسر من اسرار الانطلاق في القراءه، اللي هي القراءه الحره. يعني هذا القراءه الحره نستخدمها مع طلاب ثاني وثالث واللي متعثر شوي. ليه؟ نعطيه مساحه وقت، حدد له نص معين، يعني مثلا حسب قدراته، قد ممكن قدراته ما يعني ما يقدر الا جمله من ثلاث كلمات اربع كلمات، فخليه يقراها، يفككها ويفكك رموزها، يفكك الحروف، يتهجاها، يحاول يقراها. مجرد انه يحاول ويتعتع ويتهجى وينطق ويحاول مره واثنين، بعدين خلاص مع الوقت يرتفع مستواه. هذا بدون تدريب. هذه اقوى طريقه، غير طريقه اني انا اقراه ويرد وراي. هذه طريقة أخرى. هذه طريقة ثانية. جميل. تمام. بس هذه القراءة الحرة هذه داعمة ويمكن تكون أقوى في التأثير، لأن الطفل لما يتعب في الوصول إنه ينطق الحرف ويحاول ويسأل ولي أمره خلاص ما ينسى، بعكس لما يردد معك وهو باله بعيد خارج ال. طيب أستاذ أحمد، نبي نختم برسالة توجه للأم أو الأب في الاهتمام في مرحلة تأسيس الابن من ناحية تعليمية. والله الرسالة اللي وجهها للوالدين في مرحلة تأسيس الأطفال، أول شيء الاهتمام بالطفل، بشخصية الطفل. أنا دائما أقول يعني أعطوا أبنائكم مساحة من الحوار ومساحة من الخطأ. مشكلة بعض الآباء والأمهات ما يقبل الخطأ من أطفاله في التأسيس، ما يقبل ان ولده يخطي في كلمه، ولا ولو جاه ولده ما اخذ يعني عنده غلط في الاملاء ولا شيء يقوم الدنيا ومقعده. فاقول اعطوهم مساحه من الخطا. المساحه من الخطا هذه تعلمها الصح. المساحه من الخطا تزرع فيها الثقه في انه يناقش وياخذ ويعطي في الخطا. المساحه من الخطا هذه هي اللي تخليه نتجنب شيء اسمه البكم الاختياري في الفصول، اللي تخلي الطفل يخاف يخطي فيفضل السكوت. فهذه أول وأهم رسالة أوجهها لأولياء الأمور، أعطوا أبنائكم مساحة من الخطأ. خطأ خلوهم يخطون ويتعلمون، أعطوهم الحوار. أنا عندي أقول حقات التربية ثلاثة ونختم فيها: حب غير مشروط، حزم بلا قسوة، وحوار وإنصات فعال. شكرا لك استاذ احمد انك اعطيتنا من وقتك لهذا الحوار الجميل والرائع، وكذلك الشكر موصول لمشاهدينا الكرام. الدوافع الحقيقيه تجعل العمل لا ينقطع، والعطاء لا يذبل، والاثر مستمر لا يتوقف. وفي امان الله.